سلام. بجد من عدمها كبير. استاذن سعادتك بس الرجاله ممكن يطلعوا لنا الاقفاص؟ واحنا فاضيين يلا شيل انت. على النعمه يا باشا احنا بنشيل من زمان قوي. على الاطلاع يا باشا الخدمه في شرطه الشعب اقسم بالله. سرعت لها كبير. بس اهدى على نفسك شوية. انت مش فاكرني ولا ايه؟ فين بدير؟ ده نعيم. حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. اشوف الفلوس الاول. ادوا الفلوس. اتحرك يا مصر. ماشي. سلموهم البضاعة. تمام يا كبير. يا ولاد الكلب ايه ده سيد انت فين يا مش قلت لكم عيب وزي الفران عيب انا كبير هي العيال ملهاش لازمه بس الخوف كله من زعل سليم بقول لك ايه كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا ويحمد ربنا ان محدش منهم اتقبض عليه هعوضها له العمليه اللي جايه دماغك سمك اظبط يا خروف منك ليه؟ اظبط يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له يا ده سيد يا دل اشحن القطيع على التلاجه يلا يا شبهها منك ليه على التلاجه يلا افتح الباب يلا يا ولد يلا يا ده افتح الباب وبالراحه على التلاجه فوز يلا يا اللي هيخرج من التلاجه هموته تعال يا كتلة تعال انت هتدوسني ولا ايه اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه الفلوس فين مفيش فلوس بضاعتك في العربيه زي ما هي خدها واتكل على الله الكلام ده في شارع ماما لخص يا جن الفلوس فين يا الفلوس فين الفلوس فين يا الفلوس فين
التالتة في دماغك، فين الفلوس؟ يعني ايه الحكومة كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعة؟ وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم، أول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جاري في حتة. باشا سعادتك أنا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين أو عاملين علينا لعبة. ما هو سعادتك يعني إحنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف أصلهم ولا فصلهم. تعبيط يا نعيم ولا بتستهبل؟ إذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي، ده لا أكيد حكاية غير كده. اطلب لي تهامي. أقول لك نظر يا أبو المفهومية. الحكاية غير كده خالص. إيه الحكاية يا فارس؟ البضاعة زي ما هي في العربية يا كبير. وأدي الفلوس كمان يا عمهم. مش ناقصة جنيه. ده انت جامد اهو يا فارس. برافو برافو يا فارس. بس الدير لازم يدفع ثمن غدره بسعادتك. دفعوا بزياده. تلميذك قنبله رجوله، انا علمت عليه هو ورجالته، اديتهم درس عمرهم ما ينسوه، عرفته ازاي يتعامل مع الكبار. مش هتقدر تغمض عينيك.